قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. سجود وكل عبادة. هاليلويا. غمض عينيك وانت في مكانك واعبد كل قلبك. طب كلمات حمد وشكر لي ومستحق كل سجود. الوحيد، الوحيد الذي غلب الموت، قام منتصرا. عشان كده ادانا حياة، حياة منتصرة. هللويا. أنت قدير، أنت عظيم. هللويا. نقدرك ونحمدك. أنت غالي جدا، أنت عظيم. نقدر كلمتك، نقدر عمل الروح القدس، نقدر كل استنارة وفهم، نقدر كل عطاياك ونعمك. أشكرك لأن في داخلنا الغلبة مهما كانت ظروف الحياة. أشكرك لأن الذي فينا أعظم الذي في العالم. أشكرك روح الله. أشكرك لأنك لم تجعلنا ضحايا في هذه الحياة. أشكرك لن يعظم انتصارنا في هذه جميعها الذي أحبنا. مبارك اسمك، مبارك اسمك. قوة القيامة بتعمل فينا. هاليلويا. وبنستقبل كلمتك بكل خشوع، كل جوع وهيبة. شكرا أجل كل عطاياك، كل استنارة وفهم، أذن وقلوب مفتوحة باسم يسوع. أمين. تفضل. الشاهد الرئيسي بتاعنا في السلسلة لوقا 12، نقراها مع بعض. نتكلم عن ازاي تكون غني لله، ازاي تكون شخص مليان برصيد الهي قوي تجاه حياتك. في لوقا 12 وعدد 13
وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قضية أو مقسمة؟ وقال لهم للجمع: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير حياته لا تقاس مما يمتلك. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني اخصبت كرته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل، لأن ليس لي موضع أجمع في أثماري، الدنيا كثيرة. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي، معتمد على الأمور البشرية، كلي اشربي افرحي. فتكلم الله في المثل، فقال له الله: يا غبي، ما هو الغباء في الكتاب المقدس؟ هو أن تستقل عن الله وتفهم أمورك بنفسك وتدير حياتك بنفسك من غير رصيد إلهي. الغبي ليس هو الشخص اللي مش دارس علوم معينة، الغبي هو الشخص اللي هو بيستقل عن الله. أقول لنفسي، ده عكس الهجدة. هجدة هو عبارة عن كلمات بيقولها، تنساش إن الكتاب أساساً خلفية بتاعت الكاتبين ده يهودية، محتاج ترجع وتشوف. الهجدة هو كلام الشخص بيتلي على نفسه، فبدل ما يتلو على نفسه ويقول: أنت السبب في كل اللي أنا فيه، قال: يا نفسي، لك خيرات كثيرة. فبدأ يستقل عن الله. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكوم، كلمة يكنز، يكوم لنفسه وليس هو غني لله. مرة فتكلمت عن الشخص ازاي بينفتح على العالم وبيحوش من العالم أفكار ويمتلئ بالعالم ويمتلئ بفكر العالم. تكلمت المرة اللي فاتت عن لوط، ما راحش على طول على سدوم وعمورة، نصب خيامه أمامهم الأول، قعد يملع عينيه بالأفكار بتاعت إن المكان ده جميل، فبدأ ينزل من القيم بتاعته إلى أن نقل وراح عايش هناك، ووقع في الفخ. انتهى الحال بلوط أنه فقد كل ما لديه. مش كده بقول في أخطاء ممكن تؤدي إلى إيه؟ إلى الغلطة بفورة، إلى كوارث. الشخص فقد أفراد الأسرة، بدأ يعاني معاناة ما فيهاش بس إن هو بيعاني مادياً بس ولا صحياً، بل في ناس طارت فيها. ده اللي بيحصل، في ناس مليانة بأفكار العالم. مرة اتكلمت معاكم كمان في رؤية 2 عن إيزابل، رؤية 2 وعدد 18: اكتب إلى ملاك كنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقولها ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي: أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل أنك مسترخي تسيب، أي معناها فليكسبل، مرن مع مبادئ إيزابل. إيزابل هي كانت امرأة ملهاش دعوة بالعهد القديم، ده اسم موجود في الوقت ده من زمان، فبالتالي كتير بيربطها بإيزابل في العهد القديم، لكن هو بيتكلم عن شخصية حقيقية لها اسم حقيقي. دي كانت واعظة، لكن كانت بتبتدي ترمي مبادئ عند الناس فيها تراخي، فيها تسيب. فقال له: أنت متسيب، هو بيكلم راعي الكنيسة، أنت متسيب مع من يدعو للتسيب. فكلمة تسيب أي معناها أنت سايب
مش معناها تارك، أي معناها فليكسبل، مرن، في حالة إنك برضو عشان ما تزعلش حد، برضو عشان ما نحرجش حد. فلان خلي بالك الحاجة دي خطيرة، التعليم اللي بيتقال دوا منها خطير، برضو عشان في حالة من الميوعة، حالة إيه؟ تأقلم. الموضوع مش بيبتدي في يوم وليلة، بيبتدي بكده. التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي، مما يؤكد أن المرأة كانت بتعظ في العهد الجديد. المشكلة ليست أن المرأة تعظ دلوقتي، المشكلة أنها بتعلم تعليم غلط. إذن أي شخص بيغوى نتيجة تعليم، ما فيش حد طالع كده وحش لوحده، التعليم هو السبب، التعليم غير كتابي يعني، مما يؤدي أن الشخص يتسيب في حياته فيترسم زي بالظبط كده الطفل بيترسم على عادات معينة. ما تيجي تحاول تعدل مساره بتلاقيه بصعوبة لأنه ترسم. دي القصة اللي حصلت. فبيقول تغوي، وزي ما قلت كلمة تغوي، الكلمة في اليوناني جاي معناها السور اللي بتحط للحيوانات علشان ما تطلعش حظيرة. ففي سور كل ما بيكون الشخص معاه كتير فبيعمل السور ومكان حظيرة أوسع. في الطبيعي عشان نطلع الحيوانات من المكان ده وبنفتح الباب، الحرامي بيعمل إيه؟ بيوطي السور، بيوطي السور، فيبقى عبارة عن براد خشب، عواميد خشب، فبيشيل واحدة والتانية عشان يطلع الحيوانات. سرقة الحظيرة بتحصل بالصورة دي ليه؟ لأن الباب عليه حراسة، فبيجي في الأماكن غير متوقعة. فهي كانت بدأت تعلم، قالت يا جماعة احنا منعزلين العالم قوي، احنا مزودينها جدا، احنا دلوقتي في ناس ما بتشتغلش، في ايه يا جماعة؟ مش غلط، هو ربنا عايز كده. فبدأت تغوي، تغوي اي توطي السور، فبتهرب الحيوانات. ايه هي الحيوانات هنا في المثل ده؟ حفظ قلبك من العالم، انك تحفظ قلبك من العالم. فالأمر يبتدي تدريجي. في الأول إيه؟ أنت شخص عارف الكلمة. الخداع بيبتدي كده، أنت شخص عارف الكلمة، أنت مش محتاج أكتر من كده، أنت مستنير، أنت رائع جداً، كفاية اللي تدرسه. بص ريح جسمك شوية، ريح عينيك شوية، أنت راجع مرهق. فيبتدي الشخص يوطي في العتبة بتاعته اللي كانت مانعة قلبه أنه هو ينخرط في العالم، يبتدي ينفتح على العالم. مش هتيجي على الحاجة. بص الفيلم ده ما فيه دروس حلوة يعني، المسلسل ده فيه حاجات مفيدة، الأخبار لازم تطلع على اللي بيحصل في العالم، كلها إغواءات، محاولة شد الشخص. والكلمة في اليوناني برضو بتيجي معناها الحيوان الذي يذهب ويتوه ولا يعود مرة أخرى. فبالتالي الكلام هنا معناه أني أنت مرن، لم تقف بصرامة مع التعليم الذي يساعد على التسيب، وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. أنا اديتها زمان أنها تتوب لكنها لم تتوب. فبالتالي يوجد هنا على الأرض في الزمن الحالي ده مرجع بالضيقة تصفيات لحاجات مؤثرة على جسد المسيح، وده اللي روح القدس بيقوله. أي حد النهاردة بيقبل أي خداع في العالم، مثال ارتفاع الأسعار، أمامك اتجاهين حسب الكلمة عشان تتعامل مع الموقف اللي بيحصل له. يا إما تشوف الأمر زي ما مرة فات تكلمت، ارجع واسمع التعليم مرة فات لو كان فاتك. الكتاب يتكلم أن لوط رفع عينيه إلى سدوم وعمر، ليس لأن هي في مكان عالي، لكن لما تيجي ترجع للمراجع اليهودية الكلمة دي بتتقال في الأماكن المرتفعة، رفع عينيه إلى جبل، وبتتقال أنه شايف نفسه قليل. ده يعود على الغنى الغني بيه من معلومات.
فهو بدأ يشوف سدوم وعمورة مكان رائع جدا زي مصر، أفضل دولة في الوقت ده. فبدأ يضرب أو بيشوف يعني ما هي قريبة، ما أقدر أدخل وهعرف أقفل قلبي من الخطاة اللي فيها والخطايا اللي فيها. فبدأ يدخل تدريجي. الكتاب بيقول إن هو أول ما انعزل عن إبراهيم، ابتعد عن مصدر الكلمة، الشخص اللي الرب حطه في الأرض عشان يستنير وينير العالم اللي من خلاله كل القبائل متباركة. فبالتالي هو عارف ده، هو بيتحرك مع إبراهيم بنور، هو فاهم إبراهيم شخص الرب اتحرك في حياته. الولادة بتاعت إبراهيم كانت ضجة في عالم الروح، وكان فيه نور حسب الأبائيات بتاعتهم. فإبراهيم له قصة هم عارفينها، الشخص ده هو مش شخص عادي. لكن بعد كده اختار أن ينعزل، بدأ يبتعد عن مصدر الكلمة، وياريته راح لحتة تانية. غلطة أولى. رقم اثنين، أنه حط خيامه أمام، يعني بدأ يدخل جروبات على الواتساب وجروبات على الفيسبوك ويشترك في حاجات، فبدأ يطلع على، بدأ يتعرض إلى العالم، فبدأ يشرب من العالم. طبيعي أول ما هيجي أي إغواء أو أي شيء، هو خلاص جاهز. هو غني بإيه؟ غني بالعالم. عشان كده من خطورة الأمر أن الشخص يبتدي يتدرج في تنازلات، تنازلات. افتح معايا تكوين 13. وعدد 12، إبرام سكن قبلها. عدد 11، اختار لوط نفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد على الآخر. اعتزل، أول حاجة يعتزل الشخص، يبتدي يعتزل. قد يكون بيحضر كنيسة لكن داخليا حاطط حاجز إلا الأمور بتاعت الرب، الكلام ده كبير عليا، كلام مش بفهمه، يعتزل. أحد الأشخاص كان لسه بيحكي معايا بيقول لي، وأنا بتكلم مع مجموعة من الناس كلهم غير مؤمنين، ففي شخص نزل عليه نعس، فناس قالوا له ده إيه ده اللي بيحصل ده؟ قال لهم ده روح شرير، انتهى الروح الشرير من عليه. راح الراجل صحصح، قال أنا مش عارف ليه عمال أتسحب، فعلا في حاجة بتنيمني، في حالة من النوم، في حالة من السحب. كان هذا خطير، الناس مش جريانة اللي بيحصل. فأول حاجة شخصي بينعزل. ثاني حاجة الكتاب بيقول إنه عدد 12، إبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم وعمورة، زي ما قلت إلى سدوم. زي ما قلت كلمة إلى مش واضحة في العربي، هي أمام، هو لسه ما دخلش هناك، هو معاش هناك. أول حاجة عملها لوط هي إيه؟ إنه سكن مقابل في الواجهة، يصحى الصبح يتفرج على، ينام بالليل يتفرج على. هو في الأول بيبص على إنها مكان خصب جميل، لكن هو مش شايف، عميان، بيوصل لمرحلة عمى إنه مش شايف الخطورة بتاعة إنه ينخرط في وسط العالم. ومش معنى كلامي إن الناس تبتعد عن العالم ويعيش في بيته، أتكلم إن الشخص يكون واضح لونه، ما يجيش حد بسهولة يحكي معك على أمور، حتى عن غلاء الأسعار، ولا يجي حد يحكي معك عن أمور فيها التواء أو أمور جنسية أو أمور زي كده في الشغل. أنت لونك واضح، لونك واضح، بتبقى واضح جدا وكلماتك واضحة، مش بتسيب المرأة إيزابل، يعني معناها بتبقى مرن، أصله مش هيفهموا الكلام ده، واضح. وحينما تكون واضح الملائكة بتقف في صفك، وعامل الروح القدس يبقى قوي، لما تيجي تتكلم الكلمة أنت جاهز، غني لله. ليه؟ لأنك أنت عندك رصيد تاني متعرض إلى، اعكس دوا. لوط قعد في وش
سدوم إلى أن نقل جوه سدوم. ارجع للوعظة المرة اللي فاتت اتكلمت فيها إنه أول ما دخل الملاكين لقوا قاعد فين؟ عند باب المدينة، زي ما قلت مش قاعد على الأرض، لا دي قاعدة القادة. القادة هو دخل لأنه بقي غني جدا، لأنه مشي مع إبراهيم، استخدم هذا الغنى أن يكون بيشتري قيادة. لكن أول ما بدأ يقول لهم يا جماعة غلط تعملوا كده مع الناس، يعني يتحرشوا بيهم ويختصبوهم عن الملائكة، يعني راح قال له أنت جاي متغرب عندنا، أوعى تملي علينا العقيدة بتاعتك، باعوه في الحال. هكذا العالم، العالم بيبتدي يدخلك في وسطيه بس بيشوتك بعد كده. لكن أول ما تمشي بغنى للرب، بمعنى مبادئ الكلمة هي اللي مالية ذهنك. فنيجي عند المثل اللي ضربته، غلاء الأسعار. لو أنت مليان بالكلمة لن ترفع عينيك إلى سدوم وعمورة. لا. عدد 10، فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن. رفع عينيه. ليس معناها إن هي مكان عالي، لكن هو شايف نفسه أقل. اعكس. داود عمل إيه؟ مليان بالكلمة. أول ما شاف جولياط قال شايف وجهة النظر، شايف طريقة التفكير، شايف هو بيفكر إزاي، هو دماغه في حتة تانية. الناس كلها شايفة نفس الشخص، شايف غلاء الأسعار، هو شايف حاجة تانية، نفس اللي هم شايفينه هو شايف، بس هو شايف بمنطلق الغنى الداخلي جواه. من هذا الأغرل؟ أي من هذا الشخص اللي مش في عهد مع هذا الإله؟ قوته فين؟ هم كلهم مرعوبين، منهم الملك نفسه مرعوبين وهو فتى صغير. زي ما قلت لكم قبل كده، منبوز، افتكروه شخص جاي غلط، مرعوبين لألا يكون شخص أساسا مصدره شيطاني، حاجة مش صح، أممي، مرعوبين منه. ارجع لي الكلام اتكلمت فيه في الأخرويات وفي رب قريب. فداود كان واقف في حتة محتقر، لكن هو شايف إيه؟ هو شايف نظرة مختلفة، ممتلئ، غني لله، غني بمبادئ الكلام. فمن هذا الأغرى اللي بيتكلم كده ويتطاول على شعب الله؟ عارفين القصة، إلى أن دخل إلى المعركة مع جولياط. الكتاب يقول إنه جري على جولياط، مش خايف منه، مش داخل هو متقهقر. بس إيه الكلام اللي قاله؟ قال له انت شايفني كلب علشان تجيني بنبله؟ قال له يحبسك رب في يدي. شايف الحجم بتاع جولياط؟ اكرر للي ما سمعش التعليم، جولياط كان الطول بتاعه الشبر بتاع النهارده غير الشبر بتاع زمان. جولياط يصل الى السقف او قرب السقف في الطول بتاعه. العماليق دول عماليق مولودين نتيجه تجانس او تزاوج ما بين ارواح شريره مع ستات. فداود شايف عملاق، زي اللي بيبقوا في الافلام، ان ابليس حاول يورد الفكره عبر الافلام عشان الناس تستسيغ بعد كده الفكره دي. هو واقف قصاد شخص عملاق، موضوع مش لعبه، وهو مش لابس اللبس كامله، او مش لابس لبس الحرب اساسا. هو معرض اكتر منه، هو اصغر منه، هو أضعف منه، لكن هو شايف منطلق تاني، غني إلى الله، غني بمبادئ الله. إيه الغنى اللي كان غني بيه داود ولد دوح؟ من هذا الأغرى؟ الأغرى يعني غير مختتن، يعني مش داخل في عهد مع الله. من هذا الأغرى؟ مين الشخص اللي عمال يتكلم كده؟ فين القوة اللي وراه؟ نفس الفكرة، ارتفاع الأسعار. من هذا الأغرى؟ هو فاكرين الاقتصاد بتاعنا اقتصاد مرتبط بالأرض، لأن أنا ماشي حسب الكلمة، اقتصاد سماوي. دماغك هتبتدي تفكر طب هنجيب منين؟ أنا ماليش دعوة، مدرب سابقا، مليان سابقا بالكلمة. فموضوع مش في الدولار، هو إحنا صبعنا تحت درس دولار، هو صبعنا تحت درس إن الأسعار النهاردة كذا نطت لكذا. من هذا الأغرل؟ أين القوة تكمن؟ أين القوة تكمن؟ مش كان رب يسوع عليه لا تقاس حياة الإنسان بما يمتلكه، تقاس بإيه؟ أن يكون غني لله؟ أن يكون غني لله؟
ايه اللي هينفعك في موقف زي كده؟ ان تكون ممتلئ بالكلمه. ايه؟ ان الرب يسوع كتاب كروس الثانيه 8 افتحها معايا. افتحها معايا عدد 9. فانكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح. اللمسه الالهيه، افتكر كلمه نعمه في اليوناني. المعنى بتاعها لاستخدام خاص باللمسه السحريه. طبعا لدى العالم سحريه، لكن هي اللمسه الالهيه. في حاجه تجعلك مختلف عن بقيه الناس. شغلك انت بالذات هيكون عليه اللمسه دي، النعمه دي. فاذا كان بيحصل داون سايزنج او بيقللوا من العماله في الشغل، انت بالذات ما تطلعش من الشغل. لان في لمسه على الشغل بتاعك. الناس بتبتدي تشوف الحاجه دي، عينيها بتتلمس بالحاجه دي. فتشوف شغلك، تشوف انت بتمشي بالقياده بروح، تعرف تتعامل ازاي مع الناس. ذخيره، في ذخيره من المعرفه. فانكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني. عشان ايه؟ لكي تستغنوا انتم فقريه. يسوع عاش على الارض غني، كان عنده صندوق خدمه بيتسرق منه، وكان غني بيكفيه، بيكفي اسر 12 تلميذ زائد 70. في الوقت دوا رب يسوع، رغم ان الصندوق دوا مكفي وبيعين الفقراء، لانهم هم شكوا في يهوذا ان هو رايح يعين الفقراء، دي عاده. اذا رب يسوع كان بيتكفل بعدد ليس بقليل. في الوقت دوا افتقر يسوع ليس على الارض في فتره مسيرته، على الصليب. اول ما حصل انه الاب انفصل عنه، إلهي 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 لماذا تركتني؟ أعوزه شيء. كل ده عشان إيه؟ عشان أنا النهاردة أتأثر بهذا الكلام. فافتقر لشيء، عشان كده لا يمكن الفقر أن يعمل في حياتي. خلي الكلمة هي اللي تشتغل في ذهنك. أول ما هتبتدي تعقل الأمر هيبقى صعب. الجنود كانوا واقفين ساعة داود، كلهم كانوا بيعقلين الامر، ازاي نقتل الراجل ده؟ الموضوع فيه تحدي، الموضوع مش لعبه. ده عنده ناس تانية بنفس العدد ده، بنفس جيش تاني من العماليق، ليس هو بس، هو كان بيتحداهم، كان هو من الابشع فيهم. شخص هو ليس لديه قوه بشريه عاديه. ابشع من الملبوس. هو نفسه مولود من أرواح شريرة. فالقصة أنه هو نفسه ذات الطبيعة دي، مش عليه روح شرير، فهو متجسد. أرواح شريرة متجسدة في جسد، عشان يبقى فاهم معنى عماليق لديهم. هم فاهمين الكلام ده. فهو بيتعاملوا مع إيه؟ عالم مجنس. هم في ورطة، لكن جه واحد تاني أرى مشهد مختلف. نفس اللي شافوه هو شايفه. من اللقطة الأولى شم ريحة إيه؟ العهد، العلاقة مع هذا الإله. من هذا الأغرل؟ هو قاري مشهد تاني. كل مرة تيجي تقع الأخبار في إيديك وتيجي قدامك، إيه اللي تعمله؟ إنك غني لهذا الإله، غني برصيد من هذا الإله. تضع هذه الأمور، تقول أنا قادر على إن أقدر أعيش وأغني كثيرين كمان. كتاب كده؟ ازاي؟ انا ما اعرفش، انا مش عارف، انا تبعه. افتكر السفير بيعيش طبقا لاقتصاد بلده وليس لاقتصاد البلد اللي عايش فيها. اذ نسى عنه كسفراء، احنا مرتبطين بالسماء. خلينا نكمل معاك في نفس السياق ده. خلينا نشوف غني لله. ليه بتحصل عند بعض الناس مشاكل كثيره؟ في ناس ثانيه حياتها سلسه، في ناس ثانية حياتها صعبة. حسب ما أنت مغتني به، حسب الكوم، الأكوان يكنس جاي معناها يكون. كل مرة بتقرأ حاجة بتكون، بتحط حاجة، بتقرأ خبر على الإنترنت أو في الأخبار بتكون، بتحكي مع حد فيقول لك حاجة وبتستوعبها، بتشربها، بتكون.
بتكنز لنفسك. بدل كده تطفي دواء وتسمع تعليم الكتابي اللي يخليك تعرف تعدي، لاني من سنين وبقول الكلام ده، الارض هتدخل على حته صعبه مش هينفع فيها غير كلمه الله. في الاول ما كانتش باينه، لكن الابيض والاسود بدا يبان، الدنيا كانت رمادي بين البنين. عشان كده حالة الاستقطاب اللي حصل في الأرض دلوقتي، إن في دول بتروح ناحية حتة ودول بتروح ناحية حتة، يسبقها استقطاب في عالم الروح. مفيش حاجة بتحصل في الأرض غير عالم الروح في الأول. وحالة التنشنة والتجييش اللي حصل في عالم الأرض، عالم العيان، يسبقها تجييش في عالم الروح. مفيش حاجة بتحصل على الأرض غير لما بتكون منتجة من عالم الروح. هكذا كما ترى أن الأمر بيقلب إلى جد، الكنيسة الصحية والوعية قلبت جد بدري. في حاجات مينفعش تتذاكر ليلة الامتحان. عشان كده محتاج تكون عندك رصيد. إن كنت لسه من الناس المتسيبة تسيب المرأة إيزابل والدنيا عادي جدا، اعرف لا ترسم حياة صعبة لديك. الكتاب يقول اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة، أنا اللي بخلي طريقي سلس وسهل. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.